السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي جاتكم لكوب دافريك هاد العام؟ هاد العام كاين واحد الحوايج شوية مختلفين على الأعوام اللي فاتوا، والقضية ماشي سهلة. فين كوب دافريك اللي غتلعب على لي ديتاي، الجو ماشي سهل، وحتى الفراقي فطوروا بزاف المستوى ديالهم. الفراقي ما بقاوش فراقي صغار، كاين الفراقي اللي كيبينوا واحد المستوى اللي كبير. هنجاوب على واحد السؤال، هو الجهاز لقياس الحمض اللبني، قياس الاسيد لاكتيك. واحد خينا كان واحد لقيته كتب لي واحد الكومونتير، قال لي صد علينا راسنا بهذا الاسيد لاكتيك. فهاد الشيء اللي كاين اخويا، دلاشين في الاسيد لاكتيك، سير اخويا شي اخرى فيها شي حاجه اخرى. المهم كاين واحد الجهاز يقيس الاسيد لاكتيك في الحياه لي نورمال، كما كنت شرحت في الفيديو ديال 1500 متر، فتركيز الحمض اللبني في الدم تيكون تقريبا واحد 2 مليمول باغ ليتر ديال الدم. هذا في الحياة العادية، الحياة العادية كتمشى مريح كتفرج، الفيزيولوجي نورمال، كتبدا لي فور فيزيك كيبدا يطلع لاسيد في الدم، كيقدر يوصل حتى لربعة مليمول ديال لاسيد لاكتيك باغ ليتر ديال الدم، يعني ما بين 2 و4. هنا تيكون لي فور فيزيك، وهنا الجسم داكشي اللي تفرز كيحولوا الانرجي. هنا نقدروا نعتبره انه ماشي داك الشيء، ماشي شي حاجه زائده، ماشي شي حاجه اللي كتقل الجسم، ماشي شي حاجه اللي عبء على الجسم. هنا في هاد لازون الجسم داكشي اللي كيفرزو، اللي كيتخمر، كيشدو، كيحولوا الانرجي وكيستعملوا الجسم. فعلاش اخترعوا هذا الجهاز ديال قياس الحمض اللبني؟ وانا شفتو ديال العدائين بروفيسيونال اللي كيديروه، كاين محمد كثير ديال اسبانيا مغربي الاصل، وكاين جاكوب اني بريكسين الاخوه ديالو. الاب ديالهم فاش كان تيتريني بهم كان تيدير لهم داك القياس ديال نسبه الاسيد لاكتيك في الجسم ديالهم. شنو الهدف من هادشي كامل؟ هو انك دوك السيريات اللي درتي، ولا لي كونت اللي درتي، ولا لانترفال اللي خدمتيه، تيبغي غير داك المدرب ولا داك التقني اللي معاك في التدريب يتاكد على انك ما فتيش ربعه. هو الهدف ديالو هو ان لو سيستيم اللي كيحول الحمض اللبني الى طاقه اثناء التدريب يولي افيكاس مع الوقت، تولي عندك واحد الفعاليه كبيره في تحويل الحمض اللبني الى طاقه. داكشي اللي كيتفرز كيتحول، ولذلك فالعداء كيدوز واحد الوقت طويل فهاد لازون ما بين 2 و4 باش ان لو سيستيم ديالو يكون افيكاس، باش انه في ماراطون مثلا ما يكونش عنده التركيز كبير، في سباق ال10000 ما يكونش عنده التركيز كبير، حتى في ال5000 تنهضروا على هذه المساله ما يكونش تركيز كبير ديال الحمض اللبني في الجسم ديال العداء. دونك في الاخر ديال لي سيونس كيقيسوا هاد المساله هادي غير باش يتاكدوا من هاد المساله. هو مؤشر مزيان، ما كنستعملوش في الافريك على حسب ما كنعرف، على حسب المعلومات ديالي المتواضعه. كما قلت لكم هذه المعلومات اللي كنعرف، هاد المعلومات اللي كنعرف بخصوص هاد الجهاز. كنت قلبت في الانترنت واحد لقيته، لقيتو كيدير شي 700 اورو في امازون، ما كنعرفش عليه شي ديتاي اكثر من هادشي، كنظن ما تكونش هذا الشيء ارخص. بصفة عامة هادشي اللي كاين في الافريك ما كنستعملوش، في المغرب كذلك ما تنظنش كيتستعمل لحد الساعة، ولكن فتقنية انتريسونت، الواحد لا تحت ليه الفرصة يجربها ويشوف واش تعطيه شي حاجة. فكان هذا بخصوص جهاز قياس حمض اللبني في جسم العداء. نتمنى انني نكون واضح في هاد لا كيسيون. كنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.